في أولي تصريح له بعد تنصيب معاذ بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني، أكد بدا محجوب وزير العلاقات مع البرلمان بأن ما حدث في الغرفة السفلى للبرلمان أمر عادي يدخل في نطاق الديمقراطية. وبخصوص قانونية المالية لسنة 2019، أكد بأن مناقشته والمصادقة عليه ستكون في الوقت المحدد. إيمان طبيب عادت بالتالي: البرلمان راهو يشغل، وكاين عنده رئيس جديد اللي هو سي بوعاد مشارب، ونهنيه على الثقه تاع زملائه. الحاجه الثانيه، البرلمان السيادي والنواب احرار، وما كان ما دخلش في الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والمؤسسات الشرعيه. نتكلم دوك على المستقبل، والمستقبل تاع الرئيس الجديد كيف تساعدوا شاب، كيف تساعدوا المؤسسه تاعكم، هذا هو. اما نتكلم على الجزئيات والشيء اللي صرا، هذه هي في بلدان العالم يصرا واشياء اكثر من هذا. وراكم انتم شاهد 2016 صار نفس الشيء في قانون المالي 2016، واليوم اللي راهو يتكلموا كانوا فانين في نفس الشيء يوم 2016، داروا معركه في البرلمان. وش هذه هي الديمقراطيه؟ وهذه المؤسسات الشرعيه ما لازمش كل حاجه نكبروا منها. برلمانات عالميه وتتصرف هذا الشيء. على كل احنا الحمد لله للمؤسسه رجعت لمكانها وراهي راح تعمل، وقانون المالي راح يكون في وقته، وان شاء الله يصادق عليه في وقته.